رجلك والجهاز. ها ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار يا معلم؟ مية مية. شفت الطياره وهي بتقع؟ يا نهار اسوح، يا ريت كان معايا كاميرا فيديو. يا نهار اسوح. بعت رساله يا كابتن. رساله مين؟ رساله مين؟ انا بس عايز ايديكم معايا يا جماعه والنبي. ها هنزق الطياره زقه. اقوم انا جايب التاني وانتش اول ما انتوا تزقوا. يلا 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 بينا. يلا بينا. يلا ايلا هوب ايلا هوب. بتزقوا ايه؟ بتزقوا في ايه؟ دي اوتوماتيك يا جماعه، ما بتزقش. وبعدين لو زقيته هنطلع نكمل بيها زق لفوق ازاي؟ اي هبل يا عم، مش انت اللي قلت زقه؟ واي حد يقول لك اي حاجه تصدقها يا كابتن. انت كنت معانا على الطياره؟ ايوه. ما شاء الله، عمر ما شفتك. ايه المناظر دي؟ اتفضل الجهاز اهو. ايه ده؟ الجهاز ده شغال؟ اه اتفضل اتفضل يا معلم، جرب جرب. اتفضل قول الو. بس اوعى يكون بيكهرب. لا ما بيكهربش، ما تقلقش. هو انتوا مش الكاميرا الخفيه؟ يعني جايبينك وموقعينك بطياره في الغابه عشان نقول لك رامز جلال يعني؟ لا خلاص ماشي حاضر. يلا قول الو. الو الو الو. قال لك حاجه؟ لا ما قالش، بس هيرد ان شاء الله. قول الو. الو. قول له يا ريت يبعت لنا 10 بيضات وتمن بسطرمه. بيقول لك ابعت 10 بيضات وتمن بسطرمه. وقول للواد مشمش يركن في الموقف. بيقول لك مشمش ايه؟ ايه مشمش دي؟ هات هات، انت مش مصدقنا اصلي. واد يا حماده. نعم. ما دام بتكلمه قول له ما انساش ازازه الدواء بتاعتي. ازازه الدواء؟ حاضر يا حاج حاضر. الو. ها مشمش. ها بقول لك ايه، الطياره عملتها معايا يا معلم. اه ايوه يا معلم. انت فين؟ على الدائري؟ طب شوف لي كهربائي وتعالى. تقريبا وش سلندر. اه احنا في الغابه، بص عند ورق الحائط. ماشي ماشي يلا. سلامه مشمش. سلام. ايه ده انت بتتريق علينا يا عم؟ انت يا عم الجهاز باظ زي الطياره ما بقت نمليه. الجهاز باظ يا شيخ. الجهاز ده اللي فرقع من شويه. هو اللي فرقع. الله، يعني انت بتشتغلنا بقى؟ اه بشتغلكوا. عايز حاجه ولا طب ايه؟ طب يا عم عايز حاجه ولا ايه؟ الكاميرا دي معاه مسدس، والمسدس ده طلقه في دماغ اي واحد فيكم. لا انتوا فاكريني ايه؟ انا انا تعليم عالي بس التربيه واطيه. ايه يا عم انت، طيار ولا معلم؟ معلم يا معلم، وعايز تتعلم تعالى اعلمك. احنا هنا كلنا في مركب واحده. وبعدين انا متعلم السواقه وزي الفل اهو، الكتاب معايا اهو، كيف تقود الطياره في 3 ايام. انتوا حظكم الاسود جيتوا ركبتوا معاه بعد يوم. لو صبرت يومين كمان، لو صبرت يومين كمان اتفرج بقى على اللي كنت اعمله معاك. كنت ممكن اوقعكوا في اسبانيا، في ايطاليا، في اي حته يعني. يا عم هو انت اشتغلت طيار اصلا قبل كده؟ انا طول عمري شغال طيار، انا بديها من الصفر. انا شغال طيار من وانا عيل صغير، اشتغلت طيار في ماكدونالدز، واشتغلت في بيتزا هات، لفيت يا معلم. وانا طيار كده بالساهل؟ احنا اسفين سعادتك، اتفضل اقعد، احنا شويه كلاب. احنا بنفضفض معاك بس بكلمتين عادي يعني. اهدى لو سمحت يا استاذ. وبعدين حضرتك اكيد عارف ان حمل السلاح بالنسبه للمدنيين محظور. اه الكلام ده بقى تقوليه هناك في حقوق الانسان حضرتك، لكن انا هنا في وسط غابه وفي وسط وحوش، لازم يبقى معايا سلاح. اي حد هيتكلم الطلقه تبقى في دماغه. انت تعرفي تسوقي؟ لا. انا تسوقي مش تبقي فاهمه يعني. يا كابتن. ها ايه اللي حصل بالظبط في الجو؟ حصل يا معلم، انا ماشي لا بيا ولا عليا، وسايق الطياره وسجارتين، والبت دي جابالي شويه شاي ومية مية، وبسمع ام كلثوم. لقيت لك بقى ايه، سواق طيار طياره تانيه جاي عكس ابن اللذينه، وقعد يقلب لي العالي. جنني جنني. رحت انا محوك كده في كده، الطياره عومت معايا، كنت هطلع على الرصيف ده. الحمد لله ربنا ساتر. لا الحمد لله. وبعدين احمدوا ربنا ما فيش واحد فيكم اتعور ولا حد مات، احمدوا ربنا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا فين. احنا فين؟ احنا في الغابات، واضح اهو يعني احنا في الغابات. وبعدين انتوا بالنسبه للاكل والشرب ما تقلقوش يعني. غابات يا كابتن، احنا فين؟ ايه اللي احنا فين؟ ما واضح يا ابني، احنا فين ايه؟ هي ايه المنطقة؟ ايه المكان؟ على حسب الأشجار اللي أنا شايفها دي يعني، يبقى إحنا في حي الأشجار. إيه ده؟ أنت بعد كل ده جايبنا في أكتوبر؟ وأنت ما تعرفش إن إحنا في أكتوبر ولا إيه؟ ده الناس كلها عارفة إن إحنا في أكتوبر، أنت عبيط ياد ولا إيه؟
المهم بقى بالنسبه للاكل والشرب، يعني هنا زي ما انتم شايفين اهو، ما دام في اشجار يبقى في ميه، وما دام في ميه وفي اشجار يبقى في فواكه. ممكن تلاقي مانجا وتلاقي كانتالوب وتلاقي كيوي وتلاقي اناناس، هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن اعمل فخفخينه؟ ده انت ده طالع رحله. ايوه يا سيدي اعمل فخفخينه براحتك، بس زي ما في اكل وشرب في برضه حيوانات مفترسه، خلي بالكم. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جاي يمكن ياكلني. انت مش فاهم. ايه الطياره الغريبه دي؟ كرايه يا واد، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا ما عرفها. دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه، الحادثه اثرت عليها. سيبيه، انا عارفه ابن ماتيلدا دايما عامل لي كده فيها بتاع بطاطا. بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استهبط، خش في عب. واقول لك روح ثلاث ايام واندهلهم بس، وديني يوم الثلاث لوريلك، بس هم يجوا، الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا وما تتكلمش، يلا عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى هيعدي علينا، يشوفونا ان احنا تايهين هنا، ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه؟ يعني هنبات هنا؟ نبات هنا؟ دي غابه، عارف يعني ايه غابه؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضاره. حد شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللاذغه ففي مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشرة؟ أنا في حشرة دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله أنت جاي فن فعلاً يعني. والله العظيم حرام عليك، وحرام عليك أنت، والنفس اللي بتتنفسه ده خسارة فيك. بقول لك إيه؟ أنا مسدس معايا، أي حد هيلابط أنتوا حرين، كلكم هتلموا عليا ولا إيه؟ ها؟ عايزين حاجة ولا إيه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل كل يخش على الطياره. ده حق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، وانتوا شوفوا لكم اي حته تانيه تناموا فيها. لا ايه ايه ليه؟ هو احنا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط. ما هم الناس دول بتوع الكلام وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا. انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ هم كده، هم كده بتوع حقوق الانسان كده. لا، لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمس على فكره. في ايه يا مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. أنا مخدومي منك إيه؟ ده إيه؟ لو شكلك هاكل لحمك. أنت بتقلب لبقرة على طول ليه كده؟ لا مخلول، مخدومي منك إيه؟ أنت كده مخلول؟ أنت كده مهبول. لو شكلك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك إيه؟ فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعة كل يخش على الطيارة، كل يخش على الطيارة، يلا اتكلوا على الله. على ركاب الطائره رحله رقم 1313 التوجه الى الطائره. ونبي اخوانا حد يجي ياخد الست الكبيره دي يدخلها لنا جوه. يلا 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 طب يلا 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 تن يلا ثلاثة يلا ده اربع ليات يلا ليات يلا يا سلام يلا تن يلا 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 يلا. بقول لك ايه يا بقلص؟ ايه يا حاج؟ هو في ست كبيره هنا؟ بس اتحرقت يا حاجة الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاجة ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعودية؟ يا حاجة احنا في جدة دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعة. ما هي لبست يا حاجة والله. وبعدين انا عارفاك بقى، تسيبني في الميكروباص وهو مولع. ما انا كنت بعمل سبعات بالموتوسيكل ساعتها. معلش بقول لك ايه يا ام؟ ايه؟ هو انت بتسفي ايه؟ عايز افهم بس معلش. شوفها بتسفي ايه وبعت لنا. حاضر ماشي.
يلا معاهم معاهم. يلا يا كابتن. لا انا مش هينفع دلوقتي ادخل الطياره، هم عرفوا ان انا معايا مسدس، ممكن يغفلوني في اي وقت وياخدوا المسدس، الله اعلم ممكن يعملوا بيه ايه. عشان كده انتوا هتبقوا معاهم جوه وانا هروح ابيت في اي حته. تبات في حته تانيه فين بس يا كابتن؟ حشره عضك او اسد يقرصك؟ اسد اللي يقرص إيه إيه؟ انت لسه جاي جديد الدنيا ولا ايه؟ هنعمل ايه من غيرك يعني؟ ما تعملش اي حاجه، انا هشوف اي فرع شجره، هشوف كهف هداره، يعني هظبط نفسي انا. اتكلوا انتوا على الله. ها واقفلوا باب الطياره من جوه كويس، ما تفتحوش لاي حد يخبط. حاضر. اي حد يجي يخبط عليكم قولوا لهم قولوا له بابا مش هنا. ها حاضر. يلا يلا قدامي، يلا قدامي. بتقويلي عضله البنج البت. ارفضك يا اوعدك ولا ايه تاني مش حاسه. ايه ده انت جميله قوي. ايه ده ولا طالبه؟ انت مش تخش تنام ولا ايه؟ لا يا عم مش هدخل انا، انا هتمشى شويه اشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتنامش يلا طالبه، انت بتسف في رمضان ولا ايه؟ يا عم مالكش دعوه بيا، انا هقعد في الهوا شويه. طيب طالما هتقعد بقى يا سيدي انا هسيب لك المدام هنا. مدام؟ اه هي دي مراتك؟ اه دي مرات. والنبي خليها في عينيه. نافع ايه؟ بخاف عليها قوي بس هي بتحب تنام بره. ماشي يلا سلام عليك. سلام سلام اخويا. مجنون يا ابن المدام. طب انت بتضحك على ايه بقى؟ انت راخر في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا عم بتضحك على ايه؟ اصل انا كنت ماشي في الغابه كنت جعان جدا، لقيت شجره مليانه خيار، كلت خياره مش عارف ايه اللي حصل لي. يعني كل الضحك ده من خيار؟ على كده لو كلت طماطميه هيغمى عليك. هات يا عم هات، ما تقرفناش، هات ناكل والله جعانين. ده حاجه هم في مصيبة وانت ماشي عمال تضحك، حاجة زفت والله. يا ابني الطيارة وقعت. ايوه ما انا عارف انها وقعت. انت عارف ان الطيارة وقعت؟ اه وقعت. على فكرة بقى هي ما وقعتش. امال ايه؟ هي بتمون وهنطلع على طول. ده العجل فسه. فسه. بقول لك الخيار ده حلو قوي، ما تلف لنا خيارتين. وده يفولك في ايه؟ في ورق عنب؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي اكرم. وانت؟ اسمي صفيناز. زلزال زلزال انزل خيال زلزال. Oh, oh, oh.